تزامناً وحالة الاستنفار التي تعيشها عدة بلدان في العالم جراء الانتشار الواسع والمخيف لفيروس كورونا، خاصة بعدما سجلت الصين آخر حصيلة للوفيات اليوم لتصل إلى 56، إضافة إلى 1975 مصاب بالفيروس. ها هي الجزائر تتأهب وتعلن عبر جهازها الصحي اتخاذها الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة واقفة على خطورته. خطير لأنه يهجم على الجهاز التنفسي ويعطي اضطرابة تنفسية ممكن أن تؤدي إلى الوفية. في خطوات استباقية واحترازية نصبت الجزائر كاميرات حرارية على مستوى مطاراتها الدولية. أما فيما يخص التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس في حال وجودها، يقول مدير الوقاية لدى وزارة الصحة: يعني أعطينا تعليمات لكل الولايات باش يخصوا يعني أسرة خاصة إذا اقتضى الحال باش يكون عندنا، ولا كان عندنا مريض باش نحطوه في يعني في المصالح تاع العزل. الأعراض تاعو تشبه لاغريب. ولو ديسبوزيتيف اللي وضعناه للتكفل بالحالات هذه يقدر يتكفل ايضا بالحالات، ولا كان عندنا حاله مشتبهه في 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 بعض في يعني واحد من المستشفيات نتاعنا، راح يكون التكفل يعني عادي كما حاله الانفلونزا الموسميه. إجراءات السلامة المنصوح بها من قبل وزارة الصحة تبقى السبيل الوحيد حالياً للوقاية من الفيروس، خاصة في ظل انعدام لقاح أو علاج له.